ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل 6195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الكوفيد 19، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 276821 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي. وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 4297 حالة شفاء منذ الساعة 6 من مساء يوم أمس الأربعاء إلى الساعة 5 من يوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 226040 حالة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 4570 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.